السلام عليكم، رجعنا بفيديو جديد. هو عبارة على فيديو ديال المشتريات. كيف قلت لكم في الفيديو السابق غادي نوريكم شنو خديت من محل ساغا، ولكن قبل غادي نوريكم جوج حويجات اللي خديت من مرجان. صراحة بجوج بهم غزالين. بالنسبة للزربية رطبة بزاف، والكاليتي ديالها زوينة مقارنة بالثمن ديالها. كانت دايرة 99 درهم على ما أظن. وبالنسبه لهاد المقيله ديال البانكيك ديال البغرير، ممكن كاين بزاف ديال الافكار نقدر نديرها معكم فيما بعد. ما كيلصقوش وزوينين، يعني الثمن ديالهم يستاهلوا. بالنسبه للحويجات اللي خديت من ساغا، خديت منها هادو ديال الخشب، عندهم بزاف ديال الاشكال، يعني كتحيري كاين شكل دائري طويل، هاد هكا اوفال، يعني اشكال كثيره. هاد الصغير داير 59 درهم، الصغارين بجوج 59 درهم الواحد اكيد، والكبير 79 درهم على ما اظن. ما بقاوش عندي لي فاكتور، داكشي علاش غنعطيكم تاثمنه تقريبيه. خديت هاد الكاس، كيعجبني ناخذ الكيسان الكبارين، وهاد هاد الزليفات صغيرين ما نعرف شكل كويميلات، الشكل ديالهم كيوت بزاف، وكيدار فيهم بزاف ديال الافكار، من بينها فواكه جافه، فواكه مقطعه، نديرو فيهم حتى مقبلات يليقوا هكا الفطور الغدا. ديما خليهم حاضرين في الطويبلات ديالكم. خديت شكل واحد اخر، شكل اوفال، حتى هو كيجي فيه هكا اطباق جانبيه، بحال مثلا نقدر ندير فيه دس لوبيا، هكا الطبق اللي غادي نرافقو مع الطبق الاساسي. خديت هادو في الكري، وخديت في اللون الاخر، خديتو في لاموطارد، غادي نوريه لكم. كي كتشوفوا معايا انا كناخذ غير جوج، حيت الصراحه الا جينا ديما نفكروا اننا خاصنا ناخذوا كميه كثيره، ما عمرك كتزعمي تاخذي بزاف ديال الحويجات. لذا خذوا على حساب عدد الافراد الاسره ديالكم، ما تبقاوش ديما تفكروا في الضياف. حد الضياف كيجيو غير مره فين وفين، نتوما اللي كتاكلوا شاك جوغ، يعني هكذا كتزعمي انك تاخذي غير بحساب عدد الاسره ديالك. هادو قلت لكم كيجيو في الفطور، شوف الغداء، في العشاء، يعني ممكن عندهم عده استخدامات. الحاجه الاخرى اللي خديتهم هاد القريعه ديال زيت العود وزيت النباتيه، كي جوني براتيك صراحه في الكبه ديالو، يعني صراحه زوينين، وحتى الشكل ديالهم راقي، تحطيها هكا فوق البوتاجي. خديت هادو ديال بصراحه ماشي زاج، ماشي بلاستيك، ما عرفتش هذيك لا ماتيير باش مصوبه. اللون الاسود باش زوين هو انه كيبين لك شنو حاطه. صراحه من بين الالوان اللي كيعجبوني هكا في الاواني هو اللون الاسود. كاين هاد الماتيير اللي قلت لكم في ساغا، كاين فيها بزاف ديال الاشكال. غادي نحاول ان شاء الله ناخذ تشكيلات اخرين في المره القادمه باذن الله، واكيد غادي نصور لكم. خديت هاد الطبق، خديت منهم حتى هما جوج ب 25 درهم الواحد، الشكل ديالو زوين هكذا، غتشوفوني غندير فيها البانكيك كيبان في الحطه ديالو. وكاين حتى هاد الشكل المربع، حتى هو نفس الشيء، كيجي فيه اي حاجه طيح لكم في بالكم ممكن ديروها فيه. دايرين وقلت 8 درهم، هادو كل كاملين دوك الشكيلات 8 درهم حتى 13 درهم. هادو ديال البيتي صوبي بيوري ديال البطاطا ولا معقودة مثلا، ترسي تمسي بها بطاطا 13 درهم. وهذه هي اللي صراحة الثمن ديالها روعة للغاية. هذه ديال الكيك، كتحسكي بها الجينواز ديالك ولا المولي كيك، كيعطيك احجام يعني نفسها، 13 درهم صراحة رخيصة، وحتى هذه 13. هادو هما الحويجات اللي خديت من ساغا. صراحة يعني واخا هكا قلالين، ولكن غيديروا الفرق في المائدة، يعني غير الواحد يعرف كيفاش ينسق بيهم، وكل مرة يغير حاجة فكتولي عندك طويلة جديدة. غادي نحاول ندوز معكم ان شاء الله، غنحضروا فطور هكا خفيف ظريف، وغادي نبريزونتيهم في هادشي اللي شريت من ساغا. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير.
هنا البنات وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون مفيد ويعطيكم شوية ديال الافكار، وإلا عجبكم الفيديو اكيد بارتاجيو مع الاصدقاء ولا فامي ديالكم، وما تنساوش إلا عجبكم تسجيل ديال الفيديوهات خليوها لي في التعاليق باش نحاول كل مرة نحط لكم فكرة ديال بريزونطاسيون ديال طبيلة ديال الفطور غدا او عشاء. دمتم في رعاية الله، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم.